برحب بيكم مرة تانية وببدأ مع حضراتكم فقرات ولقاءات طعم البيوت. هديكم فكرة سريعة عن مواضيع اللقاءات. أول لقاء بتكلم فيه عن مشكلة الزيادة السكانية كما لف مهم جدا، لسه عايزين نحقق فيه نتائج إيجابية. بنتكلم عن دور الدولة بمؤسساتها والوزارات المختلفة، وتحديدا في اللقاء ده بتكلم عن دور وزارة التضامن الاجتماعي اللي أطلقت مشاريع ومبادرات كثيرة، منها مشروع 2 كفاية. وأنا بستضيف النهاردة منسق المشروع، أعرف منه نتائج هذا المشروع حتى الآن إيه والمرجو تحقيقه في المستقبل إن شاء الله. اللقاء الثاني عن الموهوبين، فقرة مخصصة للموهوبين في المجالات المختلفة. النهاردة بنتكلم عن الكتابة، مجال الكتابة والشعر، ومعانا بالفعل كاتبة وشاعرة، هي كاتبة مسرحية، وهنستمع طبعا لبعض أعمالها ونتعرف على تجربتها. ده بالنسبة للقاءاتي معاكم النهاردة. أما الآن فمعانا تقرير عن ختام الأنشطة وفعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم، نشوفه مع بعض. ولقائي عن مشروع 2 كفاية اللي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي منذ حوالي 5 سنوات. عايزين نعرف إيه التطورات الجديد فيه. أنا معايا منسق عام المشروع الأستاذ أحمد يونس، برحب بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بحضرتك بالسادة المشاهدين جميعا. بقاله 5 سنين المشروع 2 كفاية، وهو من مجموعة مبادرات ومشاريع أطلقتها وزارة التضامن لحل أو محاولة إيجاد حلول لمشكلة الزيادة السكانية. عايزين نعرف إيه الجديد بقى اللي تم في هذا المشروع. الأول بس أوضح للسادة المشاهدين نبذة بسيطة عن مشروع 2 كفاية. مشروع 2 كفاية زي ما حضرتك ما أشرتي وقلت إن إحنا بادئين فيه من حوالي 5 سنوات. بالفعل إحنا بدأنا فعليا شغل وتنفيذا على أرض الواقع من حوالي 5 سنين، بداية عام 2019. بدأنا بالفعل الأول نشوف المجتمعات اللي احنا هنشتغل فيها وايه الاكتر المورسات عندهم التي تخص القضية السكانية او الزيادة السكانية في العموم، بحيث اللي احنا نشوف حلول لهذه القضية. بالفعل احنا اشتغلنا في المحافظات او 10 محافظات هي الاكثر فقرا والاعلى في معدلات الانجاب طبقا للاحصائيات الخاصه من جهاز المركز للتعبئه العامه والاحصاء. هي كانت محافظه واحده في افواج بحري، محافظه البحيره، وعندنا 9 محافظات بدايه من الجيزه حتى محافظه اسوان. يعني محافظه وجه بحري كان البحيره او البحيره هي اكثر المحافظات اللي لقيتوا ان انتوا تبداوا بيها وتركزوا ونركز عليها الجهود عليها. مظبوط. اسباب بقى الزياده السكانيه فيها اسباب معدلات الانجاب فيها زياده، بلس ان او كمان عندنا 9 محافظات في محافظات الصعيد بدايه من محافظه الجيزه حتى محافظه اسوان، هي برضو من اعلى المحافظات اللي فيها معدلات انجاب عاليه. ايوه. وعشان كده احنا بدانا بال10 محافظات دول بحيث ان احنا نقدم فيهم التدخلات السريعه، بحيث ان احنا نقلل من الاعداد الخاصه بمعدلات الانجاب، بحيث ان احنا نوصل في سنه 2030 للمعدل اللي احنا مرجو اللي احنا نوصل له هو 2 لكل أسرة. هو الخطه المفروض ان احنا 2030 نلاقي ان في نتائج كبيره قوي اتحققت، واخيرا في ملف معقد جدا بقالنا سنوات بنحاول نحله او يعني نجد حلول ايجابيه مؤثره نلمسها كده احنا كمواطنين. بقالنا كتير، بقالنا 30 40 سنه بنتكلم. أيوه. على القضيه السكانيه ومحمدين وحسنين، ابتدت بمحمدين. بالزبط. والمفروض ان احنا طورنا بقى الحملات التوعويه. بالزبط. الحملات التوعويه طبعا عليها عاتق كبير ان هي توجه رسالة للمستمعين والمشاهدين، بحيث ان احنا بنوصل لهم رسائل عن طريق الغير مباشر، عن طريق سواء بقى السوشيال ميديا او الميديا دراما سوشيال. بالزبط. ميديا بس طبعا محتاجين تركيز، ولا راي حضرتك ايه؟ طبعا اكتر من كده كدراما كاعلام وكمان اللغه لازم تختلف عن محمدين وحسنين. طبعاً خلاص انتهينا. يعني احنا لو بنتكلم على المحافظات اللي احنا بدانا بيها زي ما قلت لحضرتك كده، نزلنا درسنا المجتمعات دي وشفنا ايه اكتر المورسات عندهم المغلوطه، بحيث اللي احنا نوجه رسائل للاسر دي ونصحح المفاهيم دي، ومين اكتر الشركاء اللي نقدر يساعدونا في هذه القضيه. من زمان واحنا بنتكلم ان القضيه بيشتغل عليها وزاره الصحه والسكان. كان من حوالي 6 سنوات كان في توجه من القياده السياسيه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان لازم يبقى في تكاتف ما بين الجهات
وتنسيق ما بينهم في حل القضية السكانية أو مواجهة القضية السكانية. وعلى أساس وزارة التضامن الاجتماعي تبنت مشروع اتنين كفاية، وكان توجيه من القادة السياسية بالفعل اللي احنا نشتغل على الملف ده، مع انه ملف اكتر الوزارات بتشتغل عليها وزارة الصحة والسكان. هنا السبب ايه ونتج عنه ايه؟ اقول لحضرتك السبب هنا ان وزارة التضامن الاجتماعي هي بتشرف او الشريك الاساسي مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والمؤسسات الاهلية. وبالفعل احنا بدأنا الشراكة مع 108 جمعية اهلية في هذه المجتمعات، جبنا المتطوعين اللي في المؤسسات والجمعيات الأهلية اللي في هذه المجتمعات، هم ناس بيخاطبوا المستفيدين بنفس اللغة ومن قلب المجتمعات دي، وقدرنا نديهم معلومات صحيحة بجانب الرائدات المجتمعيات اللي تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي. كان الجمعيات دي كمان عندها متطوعين بينزلوا بيقدموا جانب من التطوع داخل هذه الأسر أو داخل هذه المنازل اللي تخص الأسر المستفيدة، وعلى أساسه اديناهم الدليل التدريبي اللي بندربهم بيه على اكتر الرسائل اللي هم المفروض يوجهوها او يصححوها للاسر اللي احنا بنستهدفها. وبالفعل احنا كنا بنستهدف في بدايه المشروع حوالي 1,148,000 اسره، وعلى اساسه نزلنا اشتغلنا معاهم زيارات توعويه. الزيارات التوعويه او زيارات المنزليه بنقدم فيها مفاهيم صحيحة للأسر عن تنظيم الأسرة في الثلاث محاور بتوع تنظيم الأسرة، سواء هو محور صحي، محور ديني، محور مجتمعي. وعلى هذا الأساس بقينا نعمل ندوات توعوية ندعو فيها الشخص المؤثر داخل هذه المجتمعات عشان ندعوه يجي يسمع عن تصحيح المفاهيم المغلوطة، سواء بقى هي دينية أو صحية أو كمان مجتمعية. وعلى أساس هذه الندوات بقينا نشتغل معهم بشكل مباشر، ونقدر نشوف من الشخص المؤثر ونوجه له الرسالة صحيحة عشان يقدر هو يبقى سبب داخل الأسرة ان هو يوجههم للاتجاه الصحيح. لان الأسر لقينا أسر عندها 5 أطفال و6 أطفال و7 أطفال، واحنا كوزارة التضامن الاجتماعي بندعمهم دعم نقد مشروط من خلال برنامج تكافل مشروط بالتعلم التعليم والصحة. التعليم والصحة ان هم يتابعوا مظبوط ان هم يترددوا بشكل دائم على الوحدات الصحية عشان نطمن على صحتهم وعلى صحة أبنائهم، وكمان يكون في نسب عالية من التردد على المدارس عشان نقدر كمان الأطفال ما فيش تسرب من التعليم ويقدروا ان هم ياخدوا الخدمة التعليمية بشكل مناسب. في الدقائق اللي حضرتك اتكلمت فيها أستاذ أحمد دي، ابتداء من ان انتوا بحثتوا عن اكثر المحافظات اللي محتاجة منكم مجهود وتخفيف للشغل ولقيتوها 10 محافظات عايزة مجهود ان انتوا تبحثوا وتدرسوا، مجهود ان انتوا تعرفوا الطريقه والاسلوب اللي لازم يكون مختلف دلوقتي عما مضى. مين التارجت بتاعكم او الفئه المستهدفه بتاعتكم علشان تعرفوا تكلموها ازاي؟ فازاي مين المتطوعين معاكم وبيتم تدريبهم ازاي؟ لان هم لازم يكونوا مدربين كويس قوي. مظبوط. الاول بدانا بتدريب المتطوعين داخل الجامعات الاهليه، وبعد كده لقينا ان احنا عندنا قوه بشريه رهيبه جدا داخل وزاره التضامن الاجتماعي، هي الرائدات المجتمعيات. احنا كان عندنا ما يقرب من 2500 رائده مجتمعيه في جميع المحافظات، وكان برضو بتوجه من القادة السياسية ان احنا يتم زيادة هذه الرائدات بحيث ان هي توصل ل20,000 رائدة على مستوى المحافظات عشان نغير في فكر وفي وعي الناس الاتجاه للصحيح. وعلى أساسه تم تدريب هذه الرائدات عشان ينزلوا يوعوا الأسر بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة ما بين الولادات وتصحيح المفاهيم المغلوطة، سواء هي صحية أو مجتمعية أو دينية زي ما قلت حضرتك. كمان كان عندنا شركاء جمعيات أهلية ومؤسسات أهلية داخل هذه المجتمعات، بقينا نعمل معاهم ندوات توعوية، كمان عندهم مستوصفات أو عيادات بقت بنقدم فيها الخدمة بالمجان لهذه الأسر. احنا عندنا 108 جمعية أهلية شريكة، عندنا فيهم 65 عيادة تتبع مشروع اتنين كفاية بنقدم فيها الخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالمجان بالتعاون طبعا من خلال وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحيث ان احنا بنوفر التدريبات، وكمان وزارة الصحة والسكان بتشرف على هذه العيادات وتوفر كمان الوسائل فيها بالمجان. ده كان تدخلنا خلال الفترة اللي فاتت. خلال الفترة اللي جاي ايه اللي احنا عايزين نعمله في المشروع؟ احنا بنتوسع بشكل كبير. هي مقسمة لخطط اكيد طبعًا. يعني مراحل طبعا طيب النهاية بتاعتها المفروض تكون 2030. ايه المراحل القادمة بقى يعني؟ مظبوط. احنا عندنا خلال الفترة القادمة من 20
24 لحتى 2030. احنا عندنا خطة طويلة الأجل أو طويلة المدى مقسمة طبعا لسنوات لخطط قصيرة، إنما خلال الفترة دي كلها إن شاء الله نوصل بيها لمعدل نمو أو معدل عدد الأطفال لكل أسرة، طفلين تقريبا لكل أسرة، بحيث اللي احنا نبقى يعني ماشيين في الاتجاه العالمي لعدد الأطفال لكل الأسر أو لكل سيدة، بحيث اللي احنا نوصل للمعدلات دي بنهاية عام 2030 إن شاء الله. احنا حاليا وصلنا لفين؟ احنا حاليا عندنا معدل النمو أو معدل عدد الأطفال لكل سيدة 2.8، كان في 2014 3.5 أو 3.5 طفل لكل سيدة، بحيث اللي احنا بنتكلم لو على عدد 10 أسر كان 35 طفل. لو بنتكلم في 2021 ده آخر مسح صحي سكاني وظهر لنا نتائجه في 2022 كان 2.8، فاحنا ماشيين في الاتجاه الصحيح. يعني 28 آخر مسح سكاني بالأرقام متوفر عندنا كان 2021 نتائجه ظهرت في عام 2022 وكانت بتقول ان معدل النمو 2.8 طفل لكل سيدة. ان شاء الله احنا بنستهدف ان احنا نوصل 2030 نبقى المعدل النمو طفلين لكل سيدة، بحيث اللي احنا دي المعدلات اللي احنا بنرجوها خلال الفترة اللي فاتت. بس 2030 اتفضل حضرتك لو عايز تسترسل في الكلام. انا بس كنت حابب ادخل في الجزء ده اوضح نقطة اللي احنا عدد المحافظات بيزيد، احنا بنشغلين حاليا على 10 محافظات في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي احنا شركة فيه بشكل اساسي كوزارة التضامن الاجتماعي وكمشروع 2 كفاية. احنا هنوصل ل 20 محافظة هي المحافظات المستهدفة من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة، وهنبدأ فيهم بالمراكز أو اللي بيستهدفها المبادرة الرئاسية حياة كريمة كمرحلة أولى. المرحلة الثانية هنبدأ في المراكز اللي بيستهدفها برضو المبادرة الرئاسية للمرحلة الثانية. لو يعني بتوسعوا المحافظات مظبوط ولا طريقة الشغل ولا يعني بنتوسع ولا كل بطريقة متوازنة؟ بنتوسع في المحافظات، زائد كمان اللي احنا ماشيين بنفس المنهج. نفس المنهج هو التوعوي وتقديم الخدمات ده بشكل واضح، وزيادة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة. ده هيتم ازاي؟ هيتم من خلال التوعية اللي احنا بنقدمها للأسر، سواء بقى هي زيارات منزلية او ندوات توعوية او كمان حملات إعلامية كبيرة مكبرة. زائد دوت بنعمل مسرح شارع، بننزل للأسر في الميادين وفي الأسواق، وكمان بننزل للرجالة على المقاهي، بنديهم سكتش مسرحي بنفهمهم او بنوعيهم عن أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة ما بين الولادات، وكمان بنصحح عندهم المعلومات الخاطئة اللي تخص القضية السكانية بشكل عام. زائد كمان اللي احنا بنقدم خدمات تنظيم الأسرة والمتابعة الحمل كمان بالمجان داخل العيادات التابعة لينا. احنا عندنا 65 عيادة حاليا، احنا ان شاء الله خلال الشهر الحالي هنوصل ل 105 عيادة بيتم افتتاحهم ان شاء الله خلال على مراحل متقدمة. كل سنة بنزيد في عدد العيادات بحيث ان احنا نوصل في 2030 الى تقريبا حوالي 400 عيادة. طيب بيبقى في مؤشرات، يعني احنا 2030 دي قريبه على فكره جدا في موضوع زي قضيه السكان بنتكلم فيها بقالنا 40 سنه اكتر، يعني فان احنا يبقى عندنا هذا الطموح مش يعني حلم شويه ان احنا نحقق فيه، لان اي قضيه مرتبطه بوعي الناس والاسره هي اللي ليها قرار فيه طبعا بتبقى صعب قوي. يعني كل أسرة بتبص لها على إن أنا حالتي فردية، يعني حالة شخصية، هي مش بتبص للوعي الجمعي، ويعني على أساس قليلا ونادرا ما نلاقي أسرة بتبص. مظبوط كلام حضرتك مظبوط جدا، وعلى أساسه إحنا كوزارة التضامن الاجتماعي عندنا قاعدة بيانات بالأسر اللي إحنا بنستهدفها. الأسر اللي إحنا بنستهدفها تقريبا وصلت لحوالي 5,500,000 أسرة، يعني احنا بنتكلم في حوالي 20-25 مليون مستفيد من التوعية اللي احنا بنقدمها. واحنا شغالين زي ما حضرتك ما بتقولي على تغيير المعتقدات وعلى تغيير السلوك وتغيير هل الاتجاهات. هل الحوافز بقى يعني تغيير المعتقدات هل يكفي؟ هل الندوات التوعوية تكفي والمسارح المسارح والمسرحيات اللي بتعمل هل تكفي؟ لا، احنا عاملين مع دوت تحفيز إيجابي زي ما حضرتك ما بتقولي. التحفيز الإيجابي اللي احنا بنشوف الأسر اللي داخلة معانا في المشروع، مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية، وبتلتزم بعدد أطفالها سواء طفل أو طفلين خلال المدة اللي احنا بنتكلم فيها من 2024 لغاية
2030، وبنحسب هذه المدد للأسر اللي بتلتزم بعدد أطفالها وما بيزيدش عدد أطفالها، وعلى أساسه بيتم تحفيزهم ماديا بمبالغ مالية بتبقى محددة لكل أسرة ملتزمة على حسب المدة اللي دخلت فيها واشتركت فيها معانا في المدة بتاعت المشروع. وعلى أساسه برضو بيبقى فيه تحفيزات أخرى لينا داخل العيادات. داخل العيادات بنشوف الأسر اللي ملتزمة واللي هي بتتابع بشكل مستمر داخل العيادات، بنقدر نديهم حتى لو هدايا بسيطة للأسرة أو لأبنائها، بحيث إن هي يبقى فيه استمرارية وفي جذب ليهم للتردد على العيادات عندنا عشان ياخدوا الخدمات اللي احنا بنقدمها داخل هذه العيادات. في أي قضية كبيرة ومعقدة وبقالها سنوات يعني مزمنة، بنلاقي إن لما بتتعاون أكتر من وزارة وأكتر من مؤسسة من مؤسسات الدولة بنلاقي النتيجة أحسن. فهل بيتعاون معاكو مؤسسات أخرى، هيئات حتى أهلية أو حكومية؟ شريك أساسي معانا في المشروع وزارة الصحة والسكان، بتقدم كل الدعم لينا بقى سواء من تدريبات الأطباء اللي داخل هذه العيادات، أو كمان بتوفر لنا وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كمان بتشرف فنيا على العيادات اللي احنا بنفتتحها داخل هذه الجامعات الأهلية والمؤسسات الأهلية. في شريك أساسي معانا برضو هو صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبيدعمنا بشكل كبير جدا وبيساعدنا في تدريب الأطباء أو الفرق اللي بتشتغل داخل هذه الجامعات الأهلية بكل مستوياتها بقى، سواء مدير المشروع أو الفنيين اللي داخل هذه المشروع اللي بيقدموا خدمات المشورة كأخصائيات مشورة أو كمان الممرضات اللي موجودة عندنا في هذه العيادات. ده شريك أساسي معانا داخل المشروع. طبعا شيء أساسي لازم يبقى فيه تعاون وفيه تكامل ما بين الجهات الحكومية وما بين بعضها، ما بين الجهات الحكومية وما بين مؤسسات المجتمع المدني كمان، عشان نقدر نواجه القضية من جميع جوانبها. وكل مجتمع أو كل يعني شريك أساسي معانا يقدم خدمة يفيد بها المجتمع إن شاء الله. طيب في النهاية بقى، إيه العقبات من خلال عمل حضرتك على كده على الواقع، على أرض الواقع، إيه العقبات والتحديات اللي تتمنى إن هي يعني تزول علشان نحقق فعلا في 2030 الأمنية اللي كلنا بنتمناها والحلم والنتيجة اللي احنا كلنا نتمنى انها تتحقق؟ يمكن من اكتر التحديات اللي واجهتنا خلال الفترة اللي فاتت هي مسألة تغيير المعتقدات او السلوك بتاع الناس. ده احنا شغالين عليه على خطة طويلة الاجل زي ما قلت لحضرتك، على بحيث اللي احنا نقدم التوعية بشكل مستمر. طبعا ما فيش حاجة بتحصل في يوم وليلة، انما بتاخد مننا مجهود لمدة طويلة. ومسألة تغيير السلوكيات او تغيير المفاهيم المغلوطة ده بياخد مننا وقت طويل. دي يمكن اكتر الحاجات اللي خدت مننا عقبات، انما باقي التحديات سواء مادية او فنية بنقدر ان احنا نعديها بشكل اسهل شوية، انما مسألة تغيير السلوك هو اللي بياخد مننا وقت شوية. وعلى اساسه في برنامج كبير في وزارة التضامن الاجتماعي اسمه برنامج وعي، ده بيشتغل على تغيير الوعي وتغيير المفاهيم والسلوكيات بتاعة المجتمعات. وعلى أساسه احنا بنشتغل بشكل منتظم كده في التوعية الدائمة للأسر، سواء بشكل مباشر عن طريق الزيارات الميدانية أو عن طريق رسائل SMS بتوصل لهم على الموبايل بتاعهم، اللي هو استغلال بقى السوشيال ميديا بالزبط. وكل الوسائل الحديثة، وكله بقى دلوقتي بيدخل على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فممكن برامج تتعمل بطريقة جذابة، بطريقة توصل للمستمع إن الدنيا تغيرت خلاص، وكله بقى عنده الوعي يعني أكيد. ومش بيحب الرسائل والنصائح المباشرة كمان. فكل ده الدراما يعني زي ما قلت حضرتك في البداية، هو مجهود لازم يبقى كله مشترك. في النهاية انت عايز تخلف 2 على اسم مشروع 2 كفاية يتربوا ويتعلموا ويعيشوا كويس ولا ايه؟ يعني هو بتصب في مصلحتك مش بس مصلحة البلد. فأنا بشكر حضرتك أستاذ أحمد يونس، ونتمنى إن شاء الله نلتقي قبل كمان 2030 يعني، ونكون حققنا بقى النتائج المرجوة يا رب إن شاء الله. شكرا لحضرتك، بكده لقائي انتهى. بعد الفاصل ليا لقاء آخر أبدأه مع حضراتكم.